أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ياسين أحمد اليمن يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم لمس الحائط للقرآن الكريم، هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز للمحدث سواء حدثا أكبر أو أصغر أن يمس القرآن مباشرة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن حزم، سواء كان حدث أصغر كالبول والغائط وموجبات الوضوء، أو كان حدثا أكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر وأصغر أن يمس القرآن مباشرة. أما إذا مسه من وراء حائل فإن هذا لا بأس به، لأنه لا يخلق عليه أنه مس القرآن. نعم.